السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نكمل درس شرح النسائي، وهو الذي يقام هذا الدرس في جامع الراجحي بمدينة الرياض حرسها الله. والدرس هذا اليوم رقمه في شرح النسائي الخامس. وقد توقفت عند قول النسائي في سننه في كتاب الطهارة باب الإكثار في السواك، قال رحمه الله تعالى: أخبرنا حميد بن مسادة وعمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكثرت عليكم في السواك. وهذا الحديث إسناده صحيح، والمقصود بعبد الوارث في السند هو ابن سعيد، وهذا الإسناد صحيح. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام قد أكثرت عليكم في السواك يعني بالغت في تكرير طلبه منكم، وفي هذا الإخبار منه عليه الصلاة والسلام ترغيب في السواك، وهذا بمنزلة التأكيد لما سبق من التكرير لمن علم به سابقا، وبمنزلة التكرير والتأكيد جميعا لمن لم يعلم به. إذن هذا الحديث إسناده صحيح، وهذا كما قال الشيخ محمد علي آدم رحمه الله تعالى في شرحه على النسائي، عندما تحت الباب الذي بوبه النسائي في قوله باب الإكثار في السواك، قال الشيخ رحمه الله: أي هذا باب ذكر إكثاره عليه الصلاة والسلام في طلب السواك من أمته. والسواك يحتمل أن يكون المراد منه الآلة، فيكون على حذف مضاف أي استعماله، وأن يكون بمعنى الفعل فلا يحتاج إلى تقدير كما تقدم غير مرة. وأما راوي الحديث فهو أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الخزرجي، خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، وهو صحابي مشهور، ومات سنة 92 من الهجرة، وقد جاوز 100، وهو آخر من مات من الصحابة في البصرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو قد شهد بدرا وله 1200 حديث و86 حديثا وهكذا. وأما لطائف الإسناد فهذا الإسناد من رباعيات المصنف، يعني بين النسائي وبين النبي عليه الصلاة والسلام 4 من الرواة. وقد تقدم أن في المقدمة كما يقول الشيخ محمد علي آدم في شرح النسائي يقول أنها أعلى ما وقع لهم الأسانيد، يعني النسائي، أن يكون رباعيات. وهذا الحديث هو أول رباعيات النسائي من هذا الكتاب من سننه. ومن لطائف الإسناد أيضا أيها الأفاضل أن رواته كلهم ثقات أجلة بصريون. وأيضا من لطائف الإسناد أن جملة ما رواه المصنف من الأحاديث في هذا الكتاب لعمران بن موسى 11 حديثا، ولعبد الوارث 41، ولشعيب 4، ولأنس رضي الله عنه 66 و300. ومن لطائف الإسناد أن أنس رضي الله عنه آخر من مات من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه بالبصرة كما مر آنفا، وهو أحد المكثرين 7 من الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 86 و200 حديث. وفيها أيضا من لطائف الإسناد في صيغ الأداء والإخبار في أوله، والتحديث في الموضعان، والعنعنة في موضع، والقول في موضع، وكلها من صيغ الاتصال على ما مر بيانه. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قد أكثرت عليكم، يعني بالغت معكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤكد علينا أهمية السواك، وتعرفون أن السواك متأكد عند صلاة وعند الوضوء وعند الانتباه من النوم وعند صلاة وعند انتباه. وكذلك أيضا من السنة أنه إذا دخل الشخص بيته فإنه يبدأ بالسواك كما
كما دل ذلك في حديث عائشة، أن عائشة رضي الله عنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يبدأ بماذا، قالت بالسواك. فقال أهل العلم إن هذا من حسن عشرته مع أهله عليه الصلاة والسلام لكي يكون فمه مطيبا نظيفا، وقال بعضهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفل النوافل في بيته، وقبل أن يعني يتنفل فإنه يتسوك يطيب فمه عليه الصلاة والسلام، ولا يمنع أن يكون كل هذه الأقوال صحيحة يعني تجتمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أكثرت عليكم أي بالغت معكم في السواك، أي استعمال السواك، يعني أنه صلى الله عليه وسلم بالغ في تكرير طلبهم منهم أو في إرادة الإخبار في الترغيب بالسواك. وهذا الحديث الذي سمعتموه وهو حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أكثرت عليكم في السواك، هذا الحديث من فوائده تكرار طلب النبي عليه الصلاة والسلام من أمته المداومة على السواك، فيكون الأمور متأكدة، فينبغي المحافظة على السواك. وقد ذكر بعض العلم أن السواك فيه أكثر من 300 فائدة، وأن الإفيون فيه أكثر من 300 مضرة، فرق بين السماء والأرض. السواك فيه أكثر من 300 فائدة، والإفيون نوع من المخدرات فيه أكثر من 300 مضرة، نسأل الله السلام والعافية. ومن فوائد الحديث شدة حرص النبي عليه الصلاة والسلام في نيل أمته رضا الله تعالى، كما قال تعالى: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه وحث إليه، ولا شرا إلا حذرها منه. وقال بعض أهل العلم أن من فوائد السواك، وهي أكثر من فائدة، أكثر من 300 فائدة، تذكر الشهادة عند الموت، يذكرون هذا. وقال بعضهم أن من أضرار الإفيون أكثر من 300 مضرة، ومن مضاره أن الشخص ينسى الشهادة عندما يحتاج إليها في سكرات الموت. ثم قال النسائي رحمه الله تعالى في سننه: باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم. يعني أن بعض أهل العلم تحدث هل يجوز للصائم أن يستعمل السواك بعد الزوال بعد الظهر بالعشي، خلاف طويل بين أهل العلم، والصحيح أنه يجوز استعمال السواك بعد الزوال، فهذا هو الصحيح أنه يجوز ذلك والشخص صائم. ثم أورد النسائي رحمه الله تعالى الحديث قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا إسناد صحيح، والمقصود بأبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، فالحديث إسناده صحيح، هذا الحديث إسناده صحيح. وفي هذا التبويب الذي ذكره النسائي، يعني هذا الباب مقصود به ذكر الحديث الدال على مشروعية السواك بالعشي للصائم، يعني يجوز الإنسان يستعمل السواك وهو صائم، يعني بعد الظهر يجوز له استعمال ذلك، يعني بإطلاق عموما. وأراد المصنف بهذا الرد على من كره السواك للصائم بعد الزوال، ووجه استدلاله أنه لا مانع من إيجاب السواك عند كل صلاة إلا خوف لزوم المشقة، ويلزم منه كون الصوم غير مانع منه، وهذا استنباط دقيق وتيقظ عجيب، فلله دره ما دق وأحد فهمه، رحمه الله أفاده السندي. وقد ذكر هذا الكلام عن السندي الشيخ محمد علي آدم في شرحه على سنن النسائي. وأما الحديث فمن رواة هذا الحديث أبو الزناد، وهو عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني، ثقة فقيه الخامسة، مات سنة 130. يقول الليث بن سعد، وهو أحد رواة الحديث عن هذا الرجل الراوي أبو الزناد، هذا عبد الله بن ذكوان، يقول: رأيت أبا الزناد وخلفه 300 طالب، لأنه كان عالم من علماء المسلمين. وقال الواقدي: مات فجأة سنة 300. وأما راوي الحديث فهو أبو هريرة رضي الله عنه، وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي،
وقيل اسمه عبد الله بن عمرو، وقد اختلف في اسمه على أكثر من 30 قول، وكنيته أبو هريرة اليماني الدوسي نقيب أهل الصفة وأحفظ الصحابة، فهو يحفظ 5374. ومن لطائف الإسناد أن هذا الإسناد من خماسيات المصنف، بمعنى أن بين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم 5 من الرواة، وأن رواته كلهم ثقات أجلة، وأن أبا هريرة أحد المكثرين 7 من لطائف الإسناد. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي، أي لولا أن أثقل عليهم، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالأمة، فقد كان رحيما بأمته صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان صلى الله عليه وسلم يرحم يعني العالمين الذين أبعث إليهم عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك مثلا أمثلة كثيرة، من ذلك أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. تصور لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك أمر إيجاب، مثل ما أمر بمثلا الله مثل ما أمر بإقام الصلاة على الوجوب الفريضة، سيشق على الناس هذا. فمن رحمته صلى الله عليه وسلم بالأمة أنه لم يوجب عليهم السواك أمر وجوب كما يوجب الصلوات الخمس، وإنما قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته بالأمة. وكذلك من رحمته بالأمة أنه مرة من المرات مثلا أنه لما صلى في أول أو من أيام رمضان صلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة التراويح، لما صار في الليلة الثانية أو الثالثة اجتمع الناس حتى اكتظ بهم المسجد، فلم يخرج إليهم خشية أن تفرض عليهم التراويح. وتصور لو أن التراويح مفروض على الناس قد يعني ما يستطيع الناس مثل هذا الشيء، فهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. والأمثلة كثيرة عليه الصلاة والسلام له في رحمته بأمته عليه الصلاة والسلام. قال: لولا نشق على المؤمنين، وفي رواية عند البخاري: لولا نشق على أمتي وعلى الناس. فدل الحديث على انتفاء الأمر، وهو الأمر يعني بالسواك عند كل صلاة، لثبوت المشقة، لأن انتفاء النفي ثبوت، فيكون الأمر منفيا لثبوت المشقة. هذا معنى هذا الحديث: لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. ثم قال النسائي رحمه الله تعالى أيضا في الباب الذي بعده، قال: باب السواك في كل حين. أخبرنا علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى وهو بن يونس عن مسعر عن المقدام وهو بن شريح على أبيه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. وهذا الإسناد إسناد صحيح، والمقصود بعيسى هنا في قول حدثنا عيسى، المقصود به عيسى بن يونس، هو ابن عيسى بن يونس هو ابن أبي إسحاق السبيعي، ومسعر هو ابن كدام، وشريح المقصود به ابن هاني الحارثي. وإذن هذا الحديث إسناده صحيح. ومعنى قول النبي عليه ومعنى قول النسائي رحمه الله تعالى في هذا الباب: السواك في كل حين، يعني هذا باب ذكر الحديث الدال على استحباب السواك في كل وقت، بمعنى أنه يجوز السواك ومندوب إليه السواك في كل وقت. فالإنسان إذا قبل أن يتوضأ يتسوك، وقبل أن يصلي يتسوك، وإذا انتبه من النوم يتسوك ليطهر فمه، وإذا أراد أن قبل نعم ليطهر فمه، ولكي إذا اقترب الملك من الفم ليسمع القرآن يكون رائحة الشخص فمه رائحة زكية ورائحة طيبة. فهذا من السنة، فهذا لأن أيضا إذا صار هناك إطالة سكوت، فإذا كان الإنسان عنده إطالة سكوت فإن هذا من أسباب أن يكون هناك رائحة، أن تكون رائحة الفم كريهة، لأن هناك أبخرة تصعد من المعدة فتكون في الفم، فينبغي للشخص أن يطهر فمه ويطيبه بالسواك، يطيبه بالسواك، وهذا من حسن الإسلام وأخلاق الإسلام. فهذا باب ذكر الحديث الدال على استحباب السواك في كل وقت.
وذكر هذا الباب وذكر هذا الباب بعد الباب المتقدم وذكر هذا الباب بعد الباب المتقدم من باب ذكر العام بعد الخاص، إذ الباب المتقدم فيه السواك بالعشي للصائم وهذا فيه السواك في كل حين. وقد تقدم نعم، فهذا حديث عائشة رضي الله عنها. فعائشة رضي الله عنها هي أم المؤمنين زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من أحب النساء إليه عليه الصلاة والسلام. وقد قال فيها صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد هو الخبز مع اللحم، إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. وهي عائشة رضي الله عنها من المؤمنين ابنة الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن جميع الصحابة. وعائشة كان يقول أهل العلم عنها، يقول إنها نقلت للمسلمين ربع أحكام الشريعة، لأنها ترى النبي عليه الصلاة والسلام في بيته كيف يفعل وكيف يتوضأ وكيف يعني كيف كان وضعه عليه الصلاة والسلام مع زوجاته وكيف كان يغتسل وكيف كان يتنفل وغير ذلك، فنقلت ذلك للمسلمين. وهذا الحديث من سداسيات المصنف، بمعنى أن هذا الحديث بين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستة من الرواة، وأن رواته كلهم ثقات، وأن عائشة من المكثرين السبعة من الصحابة الذين أكثروا أكثروا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة 2210 أحاديث، يعني 2210 من الأحاديث رضي الله عنها وأرضاها. هذا هو يعني أما ومن فوائد الحديث وهو الذي نختم به أنه يدل على استحباب السواك عند دخول البيت. وقد صرح أبو شامة والنووي وقد صرح به أبو شامة والنووي قال ابن دقيق العيد: ولا يكاد يوجد في كتب الفقهاء ذلك. ومنها أن في حسن معاشرة الأهل لأنه يزيد في الود ودوام الصحبة. ومن فوائد الحديث أن فيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من كمال النظافة في جميع أحواله. إذن السواك أيها الأفاضل يتأكد كذلك عند دخول البيت ليكون الإنسان رائحته زكية وطيبة. ونقف في هذا الشرح بإذن الله عند تبويب النسائي في قوله ذكر الفطرة الذي هو حديث أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار وطف الأبط. هذا نجعله إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت من العداء والحاسدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد عليه الصلاة والسلام وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاد منه نبيك عليه الصلاة والسلام وعبادك الصالحون. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، انصر به دينك وأعلي به كلمتك. اللهم وفقه ولي عهد لما تحب وترضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.